فيرست بقول احنا عندنا مشكله كريسيرشز عموما في مصر، اعتقد مصر بالذات الحقيقه دي اللي انا بشتغل عليها، يعني الداتا افيلابيلتي عندنا كونسترينتس فظيعه على الداتا، ده بيخلينا ما نقدرش نشتغل على توبكس كتير قوي، وما نقدرش نشتغل بالميثودولوجيز اللي احنا بنتمنى نشتغل بيها تو امبروف اور ورك تو بي ببلشد اند تو بي كومبيتيتيف مع اذر انترناشونال ريسيرشرز. فالداتا افيلابيلتي از فيري امبورتنت. تاني حاجة الفانس، بعض الأحيان بنحتاج نعمل سيرفيز، الـ access to the data and the fund to get the data, this is very important. Also exposure to new softwares to be able to يعني نقدر نطبق بعض الميثودولوجيز بنحتاج softwares بتبقى برضو محتاجة funds. But this is the most important challenges to us here in South countries in general, the data availability and the software we need to work on.